أثنى المجلس القومي لحقوق الإنسان على الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز الحريات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس لإطلاق تقريره السنوي، كما تناول دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان وآليات تعاون المجلس مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية. إن منظومة الشكاوى هي أهم ما يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان. الاهتمام الأكبر للتفاعل مع المواطنين، وأزعم أننا على تواصل والمواطن المصري فعلا يشعر بالمجلس. بنولي أهمية كبرى للحقوق المدنية والسياسية. بنسعى لرفع الوعي بقيمة هذه الحقوق، لأنه هذه الحقوق لصيقة بالمواطن، والدولة المصرية قطعت على نفسها التزام بأن توفي بهذه الحقوق لكل مواطن من مواطنيها أو مواطنة دون أي تمييز لأي سبب كان، ولدينا نص المادة 53 من الدستور. منظومة الشكاوي واحدة من أهم الآليات التي ينتجها المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الدولة المصرية. اللي احنا بنتكلم فيه أعتقد خلال الفترة الأخيرة هو طفرة حقيقية في حالة حقوق الإنسان في مصر، صرحة والمكاشفة، وإن احنا بنشتغل على كيف يمكن معالجة المرض وليس العرض. أعتقد دي النهاردة نقطة مهمة بيقوم بها المجلس، إزاي إن المجلس عن طريق التشكيل الجديد الذي هو بمثابة أول تشكيل منتخب في تاريخ الدولة المصرية، مجلس منتخب من البرلمان المصري، مجلس وكيل عن الشعب ليس وكيل عن أي شخص آخر. نحن مسألون أمام المواطن، نحن مسألون أمام الله بشكل واضح، لسنا محاسبون من الدولة المصرية، لسنا وكلاء عن الدولة بشكل أو بآخر، ولكننا نعمل على إرساء مفاهيم ودعائم حقوق الإنسان في ظل جمهورية جديدة ومناخ داعم يؤمن أن لكل مواطن الحق أن يحيا حياة كريمة. المجلس طبقا لدستور وطبقا لقانون إنشاء المجلس وتعديلاته في 2017، المجلس حق إبداء الآراء فيما يتعلق بمشروعات قوانين أو مشاركة البرلمان بغرفتي التشريع البرلمان والشيوخ في مراجعة القوانين المعروضة. أعتقد أهم مرحلة في هذا التشكيل الجديد، هناك قوانين ذات أولوية، ثلاث قوانين على الأقل: قانون العمل، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأسرة. ثلاث قوانين بيمثلوا أولوية وأهمية للمجلس بيلعب فيه دور. المجلس كان حريص منذ إعادة تشكيله أنه يقوم بزيارات لأماكن الاحتكاس، وكان من حسن الطالع أنه الدولة كانت قررت أنها تعدل قانون السجون من السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، وتحويل مسمى السجين إلى مسمى نزيل، واستخدام الدولة لفلسفة عقابية جديدة مفادها أنه لا يجوز عقاب المدان مرتين. يعني الزيارات حصل فيها تطور ملحوظ، لأن احنا كنا بنزور الأول، احنا بنطلب وبناخد وقت على ما بيتم الاستجابة. في الأشهر الأخيرة كانت الداخلية بترحب بصفة مستمرة بمطالب المجلس في انه هو يعمل الزيارات.